في كندا، وصباح الخير في العراق. عندنا هسه مطر، الجو يخبل برا. اكيد انا اريد اروح انام صراحة، بس شفت في الفيسبوك اكو اشياء يعني جذبت انتباهي. يعني بعض الاخوة اللي مرشحين ومنزلين مانشيتات لهم، اللي يقول انه انا شفت الامير المؤمنين بالحلم قال لي رشح، واللي يقول شفت الرسول عليه الصلاة والسلام بالحلم قال لي رشح، واللي تطلع تقول عمر بن الخطاب وابو بكر قالوا لي رشحي. زين، يعني انتوا هاي عليه من بتعبروا هاي السوالف؟ ها؟ لا وكمال الاخت دكتوره. زين، شلون من طشات الدكتوره انت وانت تفكرين بهيجي عقليه؟ ده تريدين يعني هذا احلامكم، حتى احلامكم باعوا، حتى احلامكم صارت بها محاصصة وطائفية. والله تخربون ضحك بالله العظيم، والله ضحك. مو صرتوا مضحكة، يعني صرتوا مضحكة بالنسبة للعراقيين والدول الجوار، يعني دا ينصبون عليكم يا حظي. يعني اطلع بزودك قول انا الدكتور الفلاني، انا راح اسوي فلان شيء، راح اسوي فلان شيء للشعب، اسوي ايش واسوي هيك واسوي هيك، وكون عند حكايتك. وتطلع تقول اجتني فلانه بالحلم، اجاني فلان بالحلم وقال لي راح ارشح. على مدى تنصبون انتم؟ لك بابا العراقي هسه، العراقي على قولة اخويا خليل ابراهيم، زين يذب الفلس بالدبس يشوف طره لو كتبه. جاي تعبرون علي هاي السوالف؟ جوز عاد عيب، راح انام بلكي احلم همي يجيني ما ادري من يقول لي راح ارشح حتى غير فز مخروع. تستحون وعب عليكم ناصبين على العالم انتو شنو؟ والله هذا من ورا هاي الشغله اليوم راح يجيني كابوس. بالله تصبحون على خير.